يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا اللقاء والذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في هذا الدرس المبارك في دروس آداب المشي إلى الصلاة. مرحبا بكم سماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فيما مضى من الدرس السابق بعث الإخوة والأخوات باستفهامات ورسائل وأسئلة حول ما قرأناه على سماحتكم. هذا يسأل الشيخ صالح عن حديث بين كل أذانين صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. حديث بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان والإقامة، بينهما صلاة يعني صلاة نافلة، فيستحب أن يصلي بين الأذان والإقامة ما تيسر له. نعم. الشيخ صالح، ما معنى صلاة الملائكة على منتظر الصلاة؟ معناها الاستغفار، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. نعم. هل تقطع يا شيخ صالح تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة؟ إذا كان في أولها فإنه يقطعها إذا كانت تفوته الركعة، أما إذا كان في آخرها فإنه يكملها. نعم. إذا دخل المصلي أو المسلم المسجد يا شيخ قبل الفجر وأوتر بركعة واحدة، هل تكفي عن تحية المسجد؟ لا، الوتر ما يكفي عن تحية المسجد، يوتر ولكن طلع الفجر ما ليس محلا للوتر، يقضيه في النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل يقضيه بالنهار ويشفع، يقضيه في النهار ويشفعه. نعم. وهل صحيح يا شيخ بأن تحية المسجد الحرام هو الطواف؟ تحية الكعبة هو الطواف، وأما تحية المسجد الحرام هو كسائر المساجد، تحيته الصلاة لمن أراد الجلوس. نعم. ما هي الأمور المترتبة على حصول دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة والاستغفار له؟ يحصل على الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن دعاء الملائكة مستجاب، الملائكة تستغفر له فيستجيب الله لهم ويغفر لعبده. نعم. شيخنا الكريم، بعض الجهال يعني قد يتضايق إذا تأخر الإمام ويتلفتون ويغيب عن بالهم فضل انتظار الصلاة، لعل هناك توجيه؟ أولا، ليس للإمام أن يشق على المأمومين في التأخر، ولكن يبادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشق على أصحابه في الانتظار، وكان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، فالإمام يراعي أحوال المأمومين لا يشق عليهم في الانتظار الطويل. نعم. الحدث الأصغر في المسجد يا شيخ؟ الحدث الأصغر في المسجد لا يليق بالمسجد، فالمسجد يصان عن هذه الأمور، ولكن إذا حصل منه نوم أو حصل منه شيء بدون اختياره فلا حرج عليه في ذلك. نعم. شيخنا الكريم، بعض الفقهاء قال بأنه لا يجوز للمعتكف أن يحدث في المسجد، وإذا أحدث وجب عليه المبادرة بالوضوء، ما مستند هذا الرأي يا شيخ؟ لا أصل لهذا الرأي،
المعتكف كغيره آدمي، يعرض له ما يعرض لبني آدم، فلا حرج عليه في ذلك. نعم. وأيضا نسأل يا شيخ، بعض المعتكفين قد يتصل على بعض المطاعم لشراء الوجبات والأكل، هل يجوز ذلك يا شيخ؟ الحاجة يجوز قدر الحاجة، يجوز له بقدر الحاجة ولا بأس. نعم. المقيم هل هو مثل، هل يتابع المقيم مثل الأذان يا شيخ؟ نعم، الإقامة أذان فيتابعه. نعم. نسمع يا شيخ صالح بعض الناس يهمهم بأدعية وأذكار مثل قول البعض أقامها الله وأدامها، اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك. ليس هناك دعاء معين، ولكن يدعو بما تيسر له. نعم. بعض الأئمة أو الشيخ يقول صلوا صلاة مودع في صلاتكم الأخيرة. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، ولكن لا يداوم على هذا. نعم. حديث يا شيخ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هل هو ثابت؟ لا، الصف الأعوج لا يجوز الاعوجاج في الصفوف، بل يجب استقامتها واعتدالها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على اعتدال الصفوف والتراص فيها وسد الفرج، ولا يكبر حتى يتأكد من استقامة الصفوف، يتفقدها عليه الصلاة والسلام من خلفه ويهتم بها غاية الاهتمام. نعم. شيخ صالح، الحقيقة هناك عبارات كثيرة يقولها بعض الأئمة قبل التكبير، استووا وتراصوا واستقيموا سدوا الخلل. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، استووا اعتدلوا تراصوا سدوا الفرج. نعم. أيضا هناك عبارات أخرى يا شيخ، لا تسابقوا الإمام، أغلقوا الجوالات، حاذوا بين المناكب والأكعب. حاذوا بين المناكب والأكعب، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أغلقوا الجوالات، إذا كان هناك تشويش من الجوالات فللإمام الحق في أن ينبههم على إغلاقها. نعم. ابن تيمية رحمه الله شيخ صالح اختار أن تسوية الصف واجبة، ما دليل في ذلك؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. عدم تسوية الصف يا شيخ ما خطورتها على القلوب؟ أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصفوف التي فيها خلل، فيجب الاهتمام بالصفوف باعتدالها وإتمامها وسد الفرج، وتعتدل الصفوف بالضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حاذوا بين المناكب والأكعب. نعم. شيخ صالح، من دخل المسجد ووجد الإمام راكع والصف الأول لم يكتمل فتوجه إلى الصف الثاني حتى لا تفوت الركعة، هل هذا العمل صحيح؟ لا بأس بذلك، إذا خشي من فوات الركعة فهي أهم من الاهتمام بإتمام الصف. نعم. يا شيخ، هل يمين الصف أفضل من شماله مطلقا؟ يمينه أفضل من شماله بلا شك، ميامن الصفوف أفضل، ولكن إذا خلت المياسر أو إذا كان في الميمنة بعيدا عن الإمام، وإذا كان في يسار الإمام صار أقرب له، فاليسار أفضل في هذه الحالة. والفضيلة إذا كانت راجعة إلى ذات العبادة أفضل من الفضيلة الراجعة إلى مكان العبادة. نعم. شيخ، ينزعج بعض المصلين من حرص الإمام على تسوية الصف، لعل لكم أيضا يا شيخ صالح نصيحة لهم. ما ينزعج إلا الجهال، تسوية الصف هذا من تمام الصلاة ومما يهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الصبيان الصغار يا شيخ قد يتقدم قرب الإمام، فيأتي بعض كبار السن ويقوم بطردهم
وهذا قد يؤثر عليهم. لا يجوز هذا، إذا سبقوا إلى قرب الإمام فهم أحق ولا يطردهم، ما داموا مميزين تصح صلاتهم فلا يطردهم، هذا الشيء سبقوا إليه. إذا كان حريصا على القرب من الإمام فليبكر ولا يكون الصبيان أحرص منه وأسبق منه. نعم الشيخ، ما الضابط يا شيخ في العجز عن القيام؟ الضابط العجز في أن يشق عليه ذلك، الضابط هو المشقة، إذا كان القيام يشق عليه إنه يصلي قاعدا. نعم. وبالنسبة للاعتماد على الجدار يا شيخ؟ لا يعتمد على جدار، يجلس إذا كان عاجزا عن القيام إلا بالاعتماد على الجدار فإنه يصلي جالسا ولا يعتمد على الجدار. وأما أنه يعتمد على عصا فلا بأس بذلك، له أن يعتمد على عصا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر. نعم، ما يتنافى مع الخشوع فإنه يتجنبه المصلي في المكان شديد الحر أو المكان شديد البرودة أو المكان الذي فيه ما يؤذي المصلي من شوك أو حصن أو حرارة الشمس، تجنبه. نعم. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. نعم، لا يجعل عضوا فوق عضو، الأعضاء السبعة التي سجد عليها يجافي بعضها عن بعض ويعتمد عليها هي ولا يعتمد على غيرها، فيجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، فكل عضو يأخذ حظه من السجود. نعم. وفخذيه عن ساقيه. وفخذيه يعني يرفع فخذيه عن ساقيه. نعم. ويضع يديه حذو منكبيه. يضع منكبيه على الأرض، يضع يديه على الأرض حذو منكبيه وهو ساجد. نعم. ويفرق بين ركبتيه ورجليه وهو ساجد، يفرق بين ركبتيه وفخذيه، لا يعتمد ببعضهما على بعض. نعم. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. يرفع رأسه من السجود مكبرا، والتكبير تكبيرات الانتقال، وهذا يجب أن يتنبه له الأئمة، تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين من ركن إلى ركن، فيكبر إذا قام وهو يرتفع ولا يؤجل التكبير إلى أن يقف، بل يكبر وهو في أثناء ارتفاعه، ويكبر إذا انحط للسجود في أثناء انحطاطه، ولا يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركن الذي انتقل إليه. نعم. يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى، يجعل ظهرها إلى الأرض وباطنها إلى أعلى، ويجلس على باطنها. نعم. وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. نعم، هذا هو التورك، أن يفترش الرجل اليسرى بأن يجعل ظهرها إلى الأرض وباطنها إلى أعلى ويجلس عليه، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ينصبها نصبا بأن يجعل أصابعها على الأرض وعقبها إلى أعلى. نعم. لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأخير، أنه يجلس مفترشا. نعم. باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول: رب اغفر لي. يكون في حال ما بين السجدتين باسطا أصابع يديه على ركبتيه
موجها أصابعها إلى القبلة، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي. الواجب مرة واحدة، والسنة إلى ثلاث إلى أكثر. نعم، يقول ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس، زيادة على قول رب اغفر لي. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. نعم، إذا زاد هذه الدعوات على رب اغفر لي فلا بأس بذلك، بل هذا سنة. نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ صالح على ما شرحتم وعفضتم في هذا الدرس المبارك في أداب المشي إلى الصلاة. يتجدد اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم من هذه الدروس المفيدة الذي يتابعها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.